بين مهنتين، الشغف والإبداع. رشا حاتم طبيبة مخبرية وصاحبة مشروع منزلي بسيط. تطوير العمل يحتاج إلى الدقة والإرادة. رشا حاتم نموذج للشباب الذي يبدع في أكثر من مجال. اختصاص المخبر كتير اختصاص أنا بحبه، كتير حلو وممتع. صعب أكيد وفي أيام منسهر ومنتعب، بس أنا بستمتع بطبيعة العمل اللي هي مزج مواد، خلط أطباق، تحضير ملونات، تحضير شرائح. بحب فقرة التحضير والمواد والمكونات. بنستلم العينات من المرضى، بنفحصها، بندقق النتائج، منشوف النمو الجرثومي، يعني بنتعامل مع أحياء دقيقة كمان، يعني أشياء عايشة. بنسلم النتائج للمرضى، بنعطيهم أدوية على هيدا الأساس. بنسهر كزملاء، بنسهر على الشغل، بنتعاون. كثير بنستمتع بالعمل كفريق واحد، بيخلص الشغل بوقت أقصر من إذا فرد واحد عم يشتغل. كثير بكون سعيدة وفخورة لما نحن كطلاب مخبر بنساعد زملائنا بالأقسام الثانية على أنهم يتموا عملية استشفاء المريض والإشراف على إعطاء الأدوية وتقييم تحسنه على هذه الأدوية. بوقت الكورونا كثير كنا نستلم عينات لتشخيص الكورونا بالبي سي آر ولمتابعة حالاتهم باختبارات أخرى. كنا نسهر، كان يجي أعداد عينات بالمئات، أنا والزملاء نصفت الأمور، نرتب القصص، نسلم النتائج على الوقت، قدر المستطاع نسلم كل النتائج. أي مريض في خلل بنتيجته نعدله إياها. بتهمنا طبعا صحة المريض وأنه نكون سلمنا أمانتنا. بزمن الزلزال طبعا كنا متوترين، كنا قلقانين أنه بأي لحظة ممكن ترجع تصير هزة أو هيك، ومع هيك ضلينا بشغلنا وعم نستلم عينات للجروح وعينات جروح جرثومية ونسلم، نساعد هدول المرضى على أنه يتشافوا أسرع. كنا نشتغل أنا وإخواتي مع الماما بهدول القصص اللي هن الحلويات، المعجون، العجينة. كنا ماما شاطرة بعمل أنواع البسكويت كله تقريبا، بسكويت الزبدة، الكعك. كنا نساعد أنا وإخواتي الصغار. كنت استمتع كتير بالشغل اليدوي، بتحضير الأشكال والأحجام. ومن وقتها هيدا الموضوع شدني وجذبني، فيه وقت مسلي، مشاركة، مساعدة، تعاون، ضحك، تسالي، أحاديث. ولما صرت أكبر بشوي صرت أستعين بكتب الماما وأتعلم وصفات تانية لحالي. لما خلصت دراستي وتخرجت قعدت أفكر باختصاص بيشبهني، اختصاص فيه كمان شغل يدوي، شغل جماعي، أشياء جديدة كل يوم. فطلع ببالي الطب المخبري ونزلت على المشفى، هيك شفت طبيعة الشغل عن بعيد، يعني إسا ما كنت مسجلة، وكتير عجبتني. فيها مكونات، فيها مزج، فيها طبخ، منحضر أطباق الزرع الجرثومي، وكمان لما بنزرع جراثيم نحن كل يوم بنشوف أشياء جديدة، يعني كل يوم في نتائج غير اللي قبلها. فأنا كتير بحب التجديد. اختصاصي ومشروعي بيشبهوا بعض بكتير قصص.
أولاً الشغل اليدوي، الاثنين فيهم مكونات، الاثنين فيهم مزج، الاثنين فيهم روح النفس، يعني الشغل اليدوي الطاقة اللي هذا الشخص بيعطيها من حاله. الاثنين بحب، الاثنين بالنهاية بيظهر في منتج بإيدك، نتيجة مادية على أرض الواقع. الاثنين فيهم شغل جماعي، لما بستلم طلبيات كبيرة أهلي بيجتمعوا، زملائي رفقاتي، نشتغل نتعاون. بالمخبر كرمال صحة المريض برجع بعيد التحاليل من أول وجديد رغم صعوبة المراحل وطول مدتها. للأمانة المهنية برجع بعيد التحاليل من أول وجديد، برجع بعيد الزروع من أول وجديد، وبضل بعيدة لحتى المهم الشخص أو المريض يستلم نتيجته الصحيحة بإذن الله. بالمطبخ بتصير كتير هيدي القصة، أوقات مثلاً بمزج مكونات أكثر من المطلوبة فبزيد المقادير الثانية فبعمل عدد أكبر بكتير من المطلوب. وقتها بيصير أخطاء تانية مثل شي بيأثر على النكهة أو على الجودة، برجع بعيد من أول وجديد. طموحي النجاح بالاثنين بنفس المستوى، مو شي على حساب شي. نجاح مقبول بالاثنين وليس المثالية. طموحي يكون عندي مخبر، وطموحي يكون عندي مخبز للحلويات. رشا طفلي كانت من صغرة مبدعة ذكية، حتى بالمدرسة كانت من الأوائل، عندها كثير نشاطات حلوة بالبيت، بتحب الترتيب، بتمشي مع أمها، بتشوفها ما تشتغل حلو، بتشوفها ما تشتغل مثلا صوف كذا، بتضل حواليها وإلى آخره. المهم تغيرت ظروفنا وطلعنا مثلا لبرا ورجعنا لهوني، الأفق تبعها ازداد، يعني والدرس تبعها راح بمنحة تاني بوعي أكبر. درست الطب هون وخلصت كلية الطب. لما خلصت كلية الطب عندها هي كتير شغلات بدأت تعملها. هلا بيجوز كانت نوع من الضغط انها تدرس طب لأنه جابت علامات يعني كاملة تقريبا بال 234 235. خلصت هي كلية الطب هون، أخذت اختصاص طب مخبري. أنا بعرف أنه أخذت اختصاص طب مخبري ليكون عندها مساحة أكثر، وبهالحالة نحن شجعناها. بتعرف يعني على الجانب الإنساني بالطب كتير جانب رائع، وأنا كان من 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 زمان أني أنا بتمنى أنه يكون عندي حدا بالبيت يقدم إنسانية. فبهالمنطق هذا أنا قلت لا، إذا أنت بدك تشتغلي إذا بدك تشتغلي مثلاً هالحلو أو كذا الآخر، نحن بنساعدك هوني منشان تكون رغباتك بالطب تكون بأعلى المستوى، وهون نحن ما عندنا مشكلة نساعدك بأي شيء. وقدمنا له حقيقة، قدمنا نحن خلي المطبخ إليك، المطبخ إليك، شو بدك تعملي، شو عنا فينا نساعدك. نحن ما قصرنا بهالموضوع. ليش؟ لأنه تعرف يعني نحن في كتير أحيان كنا ما عندنا شيء، أهالينا ساعدونا بكافة الطرق اللي كانت متوفرة عندي، ونحن هون بدورنا لازم نعمل هالشيء هذا، وعملنا هالشيء هذا، قدمنا لها المساعدة من حيث كل شيء بتحتاجه من كهرباء من غاز من كذا، بتعرف بها المتطلبات الحالية. وحقيقة أبدعت يعني، اشتغلت ومشت أمورها، ونحن يعني انبسطنا كتير بهالنجاح هذا، إضافة لنجاحها بالكلية وهلأ بالسنوات الأخيرة تقريبا من اختصاصها. بشوف رشا باثنين، أنا بشوفها عندها هي إنسانية رائعة كتير كتير وقادرة تقدم كتير كتير. بس لما الإنسان بيكون عنده شيء يقدمه وإسا عنده طاقات تاني فاضي يمشي فيها بمحل تاني، فلا بأس بهالحكي هذا. وأنا كنت واحد من الناس بهالإطار هذا، فأنا بشوفها بالحلو، وأنا بشوفها بالطب، وبشوفها كإنسانة، وبشوفها وين ما كان هي رائعة.